c'était plutôt c'est des balles dangereuses qui se ratent. Et voici une escarmouche qui s'amorce. Pour l'instant, elle est près du... Non, non. Oh oui, c'est moi qui avais tort. Je pensais qu'il devait vraiment passer, votre ami. Oui, j'avais dit qu'il fallait qu'il passe parce que sa direction par rapport au cadre, au but, me semblait un peu décalée. Eh bien, voici un tir surprenant. الكرة تصل في اليمين، وين موجود سيام؟ الآن ينطلق سيام، ينتظر سيام، يلعب كرة للمطراني، عرضية، مطراني في الشباك، جول! الهدف الأول من لاعب مطراني بعد فتحة جميلة من لاعب ثاني بحري اللي على الطائر، نعم مضبوطة، على الطائر لاعب مطراني ما خلى ولا فرصة للحارس بكروش باش يصدها. من الأهداف النادرة التي نشاهد من الحركات الجميلة الفنية الرائعة في الاستلام في التوقيت. تصل في اليمين، وين موجود سيام؟ الآن ينطلق سيام، ينتظر سيام، يلعب كرة للمطراني، عرضية، مطراني في الشباك، جول! الهدف الأول. من لاعب مطراني بعد فتحة جميلة من لاعب ثاني بحري اللي على الطائر، نعم مضبوطة، على الطائر لاعب مطراني ما خلى ولا فرصة للحارس بكروش باش يصدها. من الأهداف النادرة التي نشاهد من الحركات الجميلة الفنية الرائعة في الاستلام في التوقيت. L'arrêté plutôt c'est des balles dangereuses qui se ratent. Et voici une escarmouche qui s'amorce. Pour l'instant, elle est près du... Non, non. Oh oui, c'est moi qui avais tort. Je pensais qu'il devait vraiment passer, votre ami. Oui, j'avais dit qu'il fallait qu'il passe parce que sa direction par rapport au cadre, au but, me semblait un peu décalée. Eh bien, voici un tir surprenant.
النتيجة لم تتغير. إلى الكرة تعديل النتيجة من جانب فريق مولودية طولان، يتمكن ربما مطراني المهاجم مطراني فوق الجميع. منصور يلعب بالكرة مباشرة، تحويل ممتاز في وضعية صعبة الحارس على هذه، خاصة في مثل هذه الكرة عندما تحول بالرأس. لم تتغير. إلى الكرة تعديل النتيجة من جانب فريق مولودية طولان، يتمكن ربما مطراني المهاجم مطراني فوق الجميع. منصور يلعب بالكرة مباشرة، تحويل ممتاز في وضعية صعبة الحارس على هذه، خاصة في مثل هذه الكرة عندما تحول بالرأس.